إخواني المغاربة في أي مكان في هذا العالم، جيت نقول لكم السلام للناس الزوينين اللي متبعين هذه السلسلة الرمضانية من اللي بدات، وما ننساوش نحييو جمهور المناسبات. هذه السلسلة الرمضانية اللي على ما أظن ولا كان عقلي ينفعني وصلنا فيها الحلقة 9. هذه السلسلة الرمضانية احنا دايرينها خاصة للشعب المقهور اللي اداو له حقه واداو له ارضه واداو له بلاده بالزور. سلسلة منوعة فيها دموع الاخوت، فيها دوك اللي غرقوا في البحر ودوك اللي شافوا بعينيهم الموت. سلسلة للمنافرية والشوافرية اللي كيفطروا فوق الفولا في لوطوروت. سلسلة كتمثل داك الام اللي مات ليها ولدها في بوفكران مشنوق. سلسلة للشعب اللي مسحوق اللي قاهرينه صحاب الكراسة اللي الفوق. ولدي راه تقتل بالظلم، ولدي راه تقتل بالظلم، ولدي راه تحقر، ولدي ضربوه وتكرفسوا عليه. بغيتو ولا كرهتو هاد السلسلة ديال ولاد الشعب وما كاينش اللعب، واللي ما عجباتوش شي حاجة يكتبها لينا في التعليق وحنا نحيدوها. خاطينا دوك الناس اللي عزيز عليهم يدخلوا في أعراض ديال الناس وعزيز عليهم الشوها، وما عدناش مع هادوك اللي شحال من حاجة كتضر الشعب ما يقدروش ينشروها واللي يفرشوها، حيت هادوك ماشي إعلام ديال صوت الحق، هادوك إعلام ديال الشوها. داك الاخ اللي كنت هضرت عليه وهضروا عليه بزاف ديال الجرائد الالكترونيه وهضروا عليه بزاف ديال الصفحات المغربيه وبزاف ديال الشعب المغربي علقوا عليه، هذاك الولد اللي كان كيفطر الدراري في رمضان، واخا دار فيديو واعتذر وقال باللي داك الشيء مصور قبل من رمضان، وباللي هادوك الدراري اللي مثلوا معاه في داك المقلب كاملين صحابه، هما كاملين كانوا مجموعين باش يديروا كاميرا خفيه للشعب المغربي باش يشوفوا ردات الفعل ديال الشعب المغربي. ومع ذلك المحكمه ما شافتش فيه، عطاتو سنه ديال السجن نافذه ما عطلاتوش. وهذا الخبر ديال الاعتقال ديالو تقدروا تلقاوه بزاف ديال المواقع وبزاف ديال الجرائد الالكترونيه وبزاف ديال الصفحات. ونوصي اي واحد كيبغي يدير كاميرا خفيه يقرا العاقبه شنو هي قبل ما يدير اي حاجه. وباش ما ننساش واحد الحاجه، اللهم لا شماته، حيت الحبس ما تبغيش العدو، واللي كيقلب على شي حاجه كيلقاها. والجميل في الامر والحاجه الزوينه الا كان الخبر ديال الاعتقال ديالو بصح كيف ما داولوا بعض الصفحات غادي تكون شي حاجه زوينه. هذا الاخ غادي يتعلم وغادي يتربى وغادي يبقى يتسنى رمضان بفارغ الصبر غير فوقاش يوصل. وهذا العقاب مزيان غير دع بزاف ديال الناس اللي كيفكروا يستفزونا ويضحكوا ويلعبوا بالعقيده ديالنا. باغي نضحكوا ضحكوا بحوايج وحدين اخرين، خليوا الدين بعيد عليكم، ولكن باش ما نكونوش حقارين ونعطيو لكل واحد حقه، راه ماشي هاد الدري بوحديتو اللي فطر الدراري في رمضان اللي خصو يتعاقب، راه وحدين اخرين حتى هما خصهم يتعاقبوا. هادوك اللي داروا الدين قنطره وتاجروا فيه كما بغاو حتى وصلوا للكراسة باش يمصوا الدم ديال الشعب المغربي، حيت هاد البلاد فيها جوج ديال الجهات لا غير. الجهة الاولى كتاجر باسم الدين وكتسترزق منه وكل شيء عارفهم، والجهة الاخرى كتحارب الدين باسم الحرية الشخصية وحتى هما كل شيء عارفهم، ولكن الدين الاسلامي باري من هاد جوج جهات بجوج. ايه باري منهم بجوج لانه جاء رحمة للعالمين. أنا توحش الجماعة. الله أكبر. توحش البشر. ما كاين والو. أنا ما رقدتش نجلس في الدار كثر. إلا. جزاكم الله خيرا. إذا كاين شي حل. حنا بغينا نجلي ونصلي تراويح في المسجد. أنا محتاج إياه. أكيد كلكم كتعرفوا المثل المغربي المشهور. هذاك المثل اللي كيقولوا فيه فين ما دارت الوقت خاصنا ندوروا معاها. هذا الشيء هو اللي دارت الفنانه ديالنا القديره اللي عطات الشيء الكثير، الشيخه تراكس. شوفوا الاخوان باش نكون واضح معاكم، انا ماشي ضد الاخت فاطمه تعطي الموعظه في الدين ولا تدير زيف على راسها ولا تدير مسابقه دينيه، انا ماشي ضد هذا الشيء، ولكن انا نشجعها باش تتوب وتشد الطريق المستقيم، غير هي خصها تكون التوبه نصوحه. كاين شي وحدين غادي يسولوني غادي يقولوا لي شنو الفرق بين التوبه والتوبه النصوحه. الاخوان الفرق ما بين التوبه والتوبه النصوحه بما اننا كندويو على الاخت فاطمه الزهراء الملقبه بين قوسين بالجرافه ما فيها باس نعطيو المثال بها. شوفوا الاخت فاطمه على الصوره اللي كتظهر امامكم على الصوره، شوفوا الزيف فين حاطاه، حطه هنا، هذه هي التوبه
ولكن التوبه النصوحه هي خاصها تجيبو حتى لهنا. والتوبه النصوحه راه ما كتجيش غير بالزيف بوحديته، حتى الفلوس اللي عندنا في الكونت. يعني الاخت فاطمة الزهراء الا معلق لك شي واحد شي فلوس خصك تاخذي الاتعاب ديالك منها وترجعيها له. واذا كان صعيب لكل واحد ترجعي له فلوسه خصك تصدقيها. وهذا الكلام راه ما موجهش غير الاخت فاطمه، لكاع الناس اللي كينهبوا وكيسرقوا وكيشفروا وكيمشيو يضربوا دويره في الحج وكيجي يقول لك انا راه تبت. التوبه راه خصها تبدا من الكونط هو الاول، رجع للناس فلوسهم عاد تقول انا تبت توبه نصوحه. بيني وبينكم ملي شفت الفيديو ديال الاخت فاطمه منزل على القناه ديالها على اليوتيوب دايره واحد المسابقه دينيه، فرحت وبقيت غادي كنجري عند الوالده قلت لها زيدي زيدي. عتق الوالده اجي شوفي الشيخه التراكس مسكينه هي تابت. اين فوا طلقت لها الفيديو كتقولوا لا الشيخه ما خصهاش دير اسئله دينيه وسوق امك انت نديرها دينيه ولا نديرها شيخاويه. هي تقول لي انا الله يعطيك غباره انت وياها، هذه هي اللي تابت. الله يا ودي الاخت فاطمه، غير دابا كنتي مزيانه وكنتي كتهضري زوين وكنتي كتعطي الموعظه بالزربه خرجوك على السكه ديالك، ولكن حنا شعب والله ما يخليو شي واحد يتوب على خاطره. مهم خلينا من الهضره الخاويه والتطلاع وداك الشيء، ولكن حاجه اللي غادي نكونوا متفقين عليها كاملين بان الزيف جا معك الاخت فاطمه والله يتطاح عليك السر. والله ما كاين اخوتي بحال الستره، غير هي خليك معانا بحال هكا حتى الاخر ما تبدليش، ماشي غير يطلقوا العراسات تقلبيها مشطه وقدم. مع احتراماتي لكاع الناس اللي خدامين في هذا الدومين اللي كلاو الشحط في هذه الوقيته ديال كورونا ديال بصح، الله يجعل ربي يهون عليهم في هذه العواشر ويعفو عليهم كاع من ديك الحرفه. وتحيه لاي واحد من فم السبع كيجيبها. والاخت التراكس راه الشيخه ماشي بحال الطبيبه، كل وحده فيهم عندها هيبه، يقدروا يتشابهوا في الفورمه ولكن باش يتشابهوا في العقليه صعيبه. ما تستغربوش الا تخلطات وتقلبوا الموازين ملي اهل العلم والفقه والشيوخ سكتوا يقدر يجي كلام الحق من فم شيخه. ونتمنى الاخت فاطمة الزهراء ما تقلقش منا، هادشي كامل اللي كنقولوه غير في اطار المستملحات والسخريه. وفي الاولى والاخرى ما كرهناش نشوفوا كاع بنات المسلمين على طريق المستقيم، والله يعفو علينا كاملين ويرد بينا ويثبت قلبنا على الدين. المهم دابا غادي نشارك معكم واحد المقطع ديال الفيديو اللي رسلوا لي واحد الاخ على الرقم ديال الواتساب اللي كننزلوا لكم ديما. نحاولوا نشوفوا هذا الفيديو جميع ونشوفوا شنو فيه وشنو تقال فيه وشنو المطلوب منا ونجاوبوا عليه. السلام عليكم خويا طالب، مرحبا، رمضان مبارك ان شاء الله علينا وعليك. تحيه خاصه مع عند خوك خالد من المانيا، المتتبعين ديالك الاولين كريك. يلا بديتي ملي كان عند خويا هذاك البيسي اللي كيسخن على البطعه تيخدم تبارك الله عليه، دري نقي مزيان موضوع داكشي عندك نقي زوين، تفرج مع العائله موضوعات مهمين ما عندي ما يقول تبارك الله عليك وصافي. والله يحفظك من جيك من ولاد الحرام وحدي راسك كيما كيما قلت من ولاد الحرام. ما عرفش ممكن ولا لا، انا عندي طلبه وحده بقى فيا الحال على دوك الممثلين داك المغربي دوك الجزائري اللي معاه باردون معذير على الغلط الجزائريين اللي معاه، بقى فيا الحال على داك الموضوع ما عرفتش جميل بحال تمداغ بحال تدمص بحال داش بصر الشريبه هذا الماء وصافي. تقدر تهضرنا عليه شويه تفيق بنادم نوضو نديرو ليه شي هاشتاغ نشوفو كيفاش نزيرو معاه. اول حاجه شكرا على داك الكلام الزوين اللي قلتي في حقي. وبالنسبه لذاك الموضوع اللي دويتي عليه داك الفنان الجزائريين اللي معاهم داك الفنان مغربي اللي هانوا دوك الاطفال المغاربه اللي كيبيعوا كلينيكس وهانوا حتى المراه المغربيه، بالنسبه لذاك الموضوع راه ما تمضغش وما دازش بالساهل كيف كيعتقد الجميع. راه تحكم عليهم ب 8 شهور نافذه ودابا راه هما كيدوزوها، هما دابا راه داخل السجن وماشي بوحديتهم دوك الفنانه الجزائريين وهذاك المغربي اللي معاهم اللي خاصهم يتعاقبوا حيت هانوا دوك الدراري اللي كيبيعوا كلينيكس. ايه ماشي غير بوحديتهم خاصهم يتعاقبوا اعمو الجميل، حتى هادوك اللي كانوا سباب باش خرجوا يبيعوا كلينيكس في الشارع حتى هما خاصهم يتعاقبوا كيف ما كانوا واخا يكونوا والديهم. اما المسؤولين على هاد البلاد ماشي حيت صيفطتو دوك الفنان الحبس صافي راه حديتو المشكل، حيت ملي كنبغيو نحدو شي مشكل كنقطعوه من الجذر. اما هادوك الفنانه غادي يضربو 8 شهور ديال الحبس وغادي يخرجوا حيت 8 شهور فايته
ولكن المغرب غادي يبقى هو هو. باقي غادي تشوف الاطفال على الارصفه وعلى الشوارع كدوز عليهم البرد والشتا والحراره وكيباتوا في الزنقه وكيتهانوا من عند الصغير ومن عند الكبير مقابل دراهم معدوده، حيت عيبهم طاحوا في بلاد الكرامه فيها شبه مفقوده. ودابا اعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، غادي نكون وصلت لنهايه الحلقه 9 من السلسلة الرمضانية بدون عنوان. نضرب لكم موعد في الحلقة القادمة. كان وباقي معاكم كيف ما ديما داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي، تهلا. أنا مشيت يا عمي، أنا مشيت يا عمي.